قلت أيها الكرام أن أول شيء يجب أن يبقى واضحا في أذهاننا هو أن الإسلام هو دين الله للعالمين، فالإنسان عنده تاريخ واحد صحيح، فليس الإنسان كما يقولون وليد صدفة، وليس مخلوقا تطور من فأر إلى قرد إلى بشر إلى لست أدري ماذا. الإنسان مخلوق خلقه الله عز وجل بيده ونفخ فيه من روحه وأسكنه الجنة وأسجد له الملائكة قبل ذلك وأنزله من الجنة ابتلاء واختبار، هو وزوجه، وجعل له فيها معاشه، وكان سبحانه وتعالى يسعفه بالأنبياء والمرسلين يدعونه إلى الله سبحانه وتعالى المرة بعد الأخرى. إذن في كلمات مختصرة، الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا مكانا لمرور الإنسان ولكي يبتلى ويمتحن في هذه الدنيا، وجعل له فيها معايش، طعام، شراب، أموال، وجعل السلطة، وجعل الرجال فتنة للنساء والنساء فتنة للرجال، ولكن لم يتركهم لهواهم ولغرائزهم، ولكن كان يرسل إليهم الأنبياء والمرسلين لكي يدعوهم إلى الله باستمرار. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن قصة الإنسان فوق هذه الأرض تختصر في هذا الأمر. حين يأتي الأنبياء والمرسلون ماذا يقولون للناس؟ يقولون لهم كلمات محدودة: وحدوا الله واعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واستقيموا في حياتكم على الأخلاق والشرائع التي أنزل الله لكم، تكونون في حياتكم تعيشون حياة طيبة وتنتقلون منها إلى رحمة الله. هذا هو الملخص ديال الرسالات كلها اللي جت: عبادة الله والاستقامة في معاملة الخلق، ليس هنالك أي شيء آخر.